بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أيام معدودة رحل عن دنيانا الفانية أحد رموز العمل البرلماني الكويتي وأحد رجال الدولة المخضرمين، رئيس مجلس الأمة السابق جاسم محمد عبد المحسن الخرافي. وإذا كان قدري أن أنعيه من على المقعد الذي أجلسه عليه الشعب الكويتي المرة والأخرى، فإن عزائي الوحيد هو أن المغفور له رحل بعد أن ترك بصمته على هذا المقعد، وأسس كما أسس أسلافه من الرؤساء على مدى 53 عاماً تقاليد العمل البرلماني الكويتي العريق. وكان المغفور له قد حظي بثقة الشعب الكويتي في 9 فصول تشريعية، كما نال ثقة نواب الأمة كرئيس للمجلس في 5 فصول تشريعية، ليصبح أكثر رئيس برلمان كويتي حظي بفترة رئاسة للمجلس ناهزت حوالي 13 عام. وإذا كانت شهادتنا مجروحة في الحديث عن مناقب هذا البرلماني الكبير، فإن أمانة التاريخ تقتضي منا الإقرار بدور أبي عبد المحسن المفصلي في الحياة السياسية والبرلمانية الكويتية. وإننا إذ نذكر الفقيد الراحل في هذا اليوم، فإننا نتذكر ما كان يميزه كسياسي وبرلماني خبير، ولعل أحدى أهم خصاله ومناقبه هي الترفع والتسامي وقت الخصومة السياسية، هدوءه واتزانه ورصانته السياسية، مقابلته لأشد لحظات التوتر السياسي وما أكثرها بابتسامة الواثق المتفائل. والأهم من كل ما سبق شخصيته الجامعة الباحثة عن الوفاق السياسي والاجتماعي، وسلوكه السياسي الباحث دوماً عما يجمع وليس عما يفرق. رحل جاسم الخرافي لينضم إلى قافلة السياسيين الكويتيين الذين رحلوا عنا، تاركين وراءهم صيتهم العالي بين الناس وتاريخهم الوطني الذي سيظل محفوراً في ذاكرة الكويتيين زمناً طويلاً. رحل جاسم الخرافي وهو الذي أسس طوال حياته السياسية والبرلمانية تقاليد الترفع عن الإساءة والفروسية في التعامل مع الخصومة السياسية والصبر على الجور السياسي، مؤمناً بأن الكويتيين بطبعهم متسامحون متغافرون ويعرفون معنى الوفاء والشهامة، وما الجموع الغفيرة غير المسبوقة التي توافدت لتشيعه إلا استفتاءً مرتجلاً وعفوياً وطبيعياً على مكانة الراحل في قلوب الكويتيين. وفي هذا المقام لا يسعني إلا أن أثمن غالياً المبادرة الوفية واللفتة الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بمنحه المغفور له وسام الكويتي ذي الوشاح من الدرجة الممتازة، تقديراً لدوره وجهوده في المجال السياسي وعرفاناً بالخدمات الجليلة التي قدمها الراحل لرفعة سمعة الكويت. فبالأصالة عن نفسي ونيابة عن أخواني أعضاء مجلس الأمة، أتقدم بصادق العزاء وخالص المواساة لأسرة الفقيد وللشعب الكويتي بكافة طوائفه وتوجهاته السياسية، سائلاً المولى جل قدرته أن يتغمد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب. الآن تفضل أخ الرئيس مرزوق الغان. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد نبي الأمين. الأخ الرئيس سمو رئيس مجلس الوزراء، الأخوة الأفاضل الوزراء والنواب، إن وحدتنا الوطنية وتماسكنا الاجتماعي ومكتسباتنا الدستورية هي خطوط الدفاع الأولى عن أمننا الوطني، وعلينا أن نحصنها ونزيدها منعة وقوة بممارسة ديمقراطية بناءة وصحيحة. إننا بفضله تعالى نملك من الإمكانات ما يكفي ومن الكفاءة ما يزيد، وما يقربنا أقوى مما يبعدنا، وما يوحدنا أكبر مما يفرقنا. يجمع بين قلوبنا الإيمان بالله، ويشد وثاقنا وطن واحد نعتز به وندين له بالولاء. ومن حسن طالعنا جميعا إننا نخطو خطواتنا الأولى في ظل عهد جديد واعد، يؤمن بالمسيرة ويتطلع للمستقبل، يسقي بذور الأمل ويجدد روح التفاؤل، يشد العزم للإصلاح والعزيمة للبناء. هذه ليست كلماتي، هذه كلمات المغفور له
المرحوم جاسم محمد الأخرافي في 30/10/2007، كما قال كلمات وكأنه يتحدث عن نفسه عندما قال: وطننا معدن وجودنا وتاريخ أسلافنا، والشعب الكويتي وجود ممدود وبقاء موصول، أما نحن فخلودنا كائن في أعمالنا لا في أعمارنا. قال هذه الكلمات في 28/10/2000 في افتتاح دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي التاسع. حقيقة الأخوة الأفاضل، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أسرة الفقيد، أتقدم بجزيل الشكر وعظيم العرفان للجميع، ابتداء بحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين حفظه الله، وسمو رئيس مجلس الوزراء الموقر، والأخوة الأفاضل أعضاء مجلس الأمة وزراء ونواب، والشعب الكويتي بكافة أطيافه ومشاربه، على مشاعرهم الطيبة وعلى كل ما قيل بحق المرحوم جاسم محمد الأخرافي. كما حملني الأخوة الأفاضل موظفو الأمانة أو موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة بأنقل مشاعرهم تجاه المرحوم بأنه كان أبا عطوفا على الجميع، على الكبير للكبير وللصغير. فشكرا للجميع، وأختم بأن أدعو المولى عز وجل أن يغفر لعبده جاسم محمد عبد المحسن الأخرافي ويرحمه ويعافيه ويعفو عنه ويكرم نزله ويوسع مدخله، وأن يغسله بالماء والثلج والبرد وينقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. شكرا للجميع على مشاعركم الطيبة، ورحم الله المغفور له جاسم محمد الأخرافي، ولا أراكم مكروها بعزيز. شكرا. شكرا للأخ مرزوق الغانم.